النهارده معالي وزير التربية والتعليم أمام مجلس الشيوخ تحدث حول نظام جديد للثانوية العامة. طيب احنا عايزين نعرف ايه طبيعة هذا النظام الجديد للثانوية العامة وهيطبق من اي عام دراسي؟ هل هو اكيد مش العام الدراسي الحالي يعني، هل من العام الدراسي القادم ولا بعد القادم؟ خلونا نرحب معنا على التليفون بالصديق والزميل العزيز استاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. اهلا بك يا شادي. اهلا بك يا يوسف، تحياتي ليك وللساده المشاهدين. يا حبيبي اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب وسنه سعيده عليك يا رب. وانت طيب وبخير يا رب، سنه سعيده علينا جميعا يا رب. ايه هو طبيعه النظام الجديد للثانويه العامه اللي تحدث عنه معالي الوزير النهارده امام مجلس الشيوخ وهيطبق من امتى؟ خليني بس يا يوسف في البدايه يعني اوضح لك نقطه. هو النهارده كان دكتور رضا حجازي خلال الجلسه العامه لمجلس الشيوخ كان في استعراض لاستراتيجيه وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بمنظومة التعليم الفني وخاصة ما يتعلق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية. حلو. ولكن في إطار الحديث وعلى هامش استعراض الاستراتيجية، الدكتور رضا حجازي أكد على أن الوزارة بتسعى في كافة المسارات ومن بينها اتخاذ خطوات في تطوير منظومة المرحلة الثانوية. وهذا التصريح اليوم هو يعني دكتور رضا حجازي كان يعني اكد عليه في عدد كبير من المرات السابقه خلال الايام الماضيه ويمكن على مدار شهر فات فيما يتعلق باجتماعات تحضيريه لتمهيدا لعقد مؤتمر قومي يضم حوار مجتمعي يشمل كافه الاطراف ذات الصله بالمنظومه التعليميه لمناقشة وبلورة رؤية متكاملة حول النظام الثانوية العامة أو نظام الثانوية مرحلة الثانوية الجديد. فيمكن كان آخر هذه الاجتماعات اجتماع عقد الدكتور رضا حجازي مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وكان المرتكز على التنسيق والتعاون ووضع أطر التعاون فيما يتعلق بالمسارات اللي هتبقى موجودة في النظام الخاص بالثانويه العامه الجديد وارتباطها بشكل وثيق مع طبعا مسار التنسيق المتعلق بالجامعه، لان هي منظومه في الاخر متكامله ما ينفعش تبقى منفصله عن بعضها. عظيم جدا. طبعا هو يعني يمكن المرتكزات الاساسيه المتعلقه برؤيه تطوير منظومه المرحله الثانويه واللي هي بتاتي كامر بديهي وطبيعي بعد تطوير المرحله الابتدائيه وتطوير المرحلة الإعدادية اللي تم وضع الإطار العام ليها ويتم تطبيقها بداية من العام الدراسي القادم 24-25 مرتكزة على عدد من النقاط، أهمها تعدد محاولات التقييم للطلاب، يعني الطالب ما يبقاش عنده فرصة وحيدة بس هي اللي تحدد مساره ومستقبله خلال امتحان مدته ساعتين أو ثلاث ساعات، يبقى عنده كذا محاولة للتقييم. النقطة الثانية تعدد المسارات داخل الثانوية أو اللي هي الثانوية العامة بحيث ان الطالب يقدر يختار منها المسار اللي يناسبه اللي يمهد له بعد كده يدخل الكليه اللي هو مستهدفها او الجامعه اللي هو مستهدفها. يعني زي التخصصات بتاعت زمان، علمي علوم وعلمي رياضه وادبي وحاجات زي كده؟ هيبقى في بلوره لرؤيه اشمل شويه. حلو يوسف، وهيبقى في عدد كبير من المسارات مش مسارين او ثلاثه. رائع. ولكن يعني خلينا لا نستبق الاحداث بتفاصيل، ننتظر لان طبعا في مناقشات وفي رؤى وفي اطروحات لسه بيتم وضعها وهيتم مناقشتها بشكل شامل خلال المؤتمر باذن الله ان شاء الله يتم تحديد موعده قريبا يعني ان شاء الله. هايل جدا. اذا فالنظام ده هيبقى من 24-25؟ لا 24-25 اللي انا كنت بكلمك عليها المتعلقه بتطبيق النظام الجديد للاعداديه، المرحله الاعداديه. ولكن فيما يتعلق بالمرحله الثانويه هو لسه يعني لسه طبعا هيتم تحديد الموعد اللي يبدا فيه تطبيق هذه المرحله، لان يعني طبعا عارف ان التطوير شكل تراكمي. طبعا يعني الطلاب بيبقوا خارجين في تطوير المناهج من المرحله الابتدائيه لازم يكملوا على نفس مسار التطوير. صحيح. في مناهج المرحله الاعداديه وهكذا. صحيح 100%. يعني حاليا ما اقدرش احدد لك تحديدا التطبيق هيبقى امتى، لان لسه الرؤيه هتكتمل ويتم بلوره الموضوع بشكل كامل بمشاركه كل الاطراف. هايل. وباذن الله ان شاء الله يتم طرحها على الراي العام وعلى الناس عشان كمان تبقى القرارات كلها واضحه امام الناس جميعا ويبقى الـ كل التفاصيل المتعلقه بالمنظومه كل الناس عارفه تفاصيلها.
عظيم جدا. اذا احنا في انتظار البلوره الكامله والشامله زي ما انت قلت لحين انها باذن الله تعرض ونبدا ان شاء الله نناقشها، واحنا واثقين انها تطلع ان شاء الله بمنتهى النجاح. اشكرك جدا 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 زميلنا وصديقنا العزيز استاذ شادي زلطاء المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم.